السلام عليك يا زيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحت؟ أصبحت أحمد الله وأشكرك وأنت كيف أصبحت؟ بخير والحمد لله، جزاك الله خيرا. هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحبه كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه؟ محمد. أبوه؟ عبد الله. أمه؟ آمنة بنت وهب. جده؟ عبد المطلب. عمه الذي كفله؟ أبو طالب. مرضعته؟ حليمة السعدية. زوجته؟ خديجة بنت خويلد. لقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالصادق الأمين. نزل عليه الوحي في غار حراء، كان عمره 40 سنة. أول سورة نزلت عليه؟ يا اقرأ. أول من آمن به من الرجال؟ صاحبه أبو بكر الصديق. من النساء؟ زوجته خديجة بنت خويلد. من الأطفال؟ ابن عم علي ابن أبي طالب. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينة. بنى محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول مسجد في الإسلام ويسمى قباء، وآخ بين المهاجرين والأنصار. أحسنت يا زيد، أنت بطل.